صباح الخير يا أطفال، كيف الحال؟ سنتعرف اليوم إلى قصة جديدة. عنوان القصة هو جنان في محمية الأرز. عندما دق جرس المدرسة في الصباح، تجمع الأطفال في الملعب للذهاب إلى محمية الأرز. صعدت جنان إلى الباص وجلست بهدوء بجانب الشباك، وضعت انحزام الأمان وأخذت تتفرج على المناظر الجميلة من خلال الزجاج. كان الجو جذابا وممتعا. جال الأطفال في المحمية متفرجون على الأشجار وعلى النباتات وعلى الحيوانات مبتهجين. ما أجمل هذا الجبل، ما أجمل الأشجار، إن جمال جبال لبنان عجيب وبديع. وفجأة رمى ناجي ورقة على الأرض كانت في جيبه. رأته جنان فركضت نحوه وقالت له: ما هذا يا ناجي؟ أنت ترمي النفايات على الأرض، يجب عدم رمي الأوساخ على الأرض، هكذا علمتنا السيدة لينا. أحس ناجي بالحرج واحمر وجهه من الخجل، فرجع والتقط الورقة بيده ثم بحث عن سلة النفايات ورمى فيها الورقة. شجعت جنان ناجي على تصرفه الجيد والشجاع وابتسمت له وطلبت إليه التجول في المحمية مجددا. كي يشكرها صنع ناجي لجنان تاجا من الورود الجميلة ووضعه على رأسها.